دير كده شباب. طبعا الروزيت بتاعتنا اللي بندخل فيها فرتين السلك، وديت كده المكثف بتاع المروحة، وده كده بيكون الجلدية بتاعت طبعا تحت المروحة اللي عشان الماسورة، والمسمار طبعا بنربط فيه، وده كده اللي هو واير الأمان. ده حاجة مهمة جدا لازم تكون واخد بالك منها كويس. وصباح الخير ومساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتشوفونا فيه، والنهارده جبنا لكم فيديو جديد. طبعا مع بداية فصل الصيف طبعا بتكتر طبعا تجميع المراوح وتركيب المراوح، فالنهارده جبنا لكم بفيديو جديد ومروحة حجازي ستار، طبعا غير مروحة تورنيدو. فالنهارده هنشوف طبعا تجميع مروحة حجازي ستار. وطبعا حابب اشكر كل الناس على التعليقات الحلوة والجميلة بتاعتها ديت. طبعا احنا خلاص قربنا نوصل ل 12000 مشترك او 12000 اخ واخت موجودين عندي في القناة، فحابب طبعا اشكرهم جامد جدا. وطبعا مع حاليا دلوقتي داخلين على رمضان، فكل سنة وحضراتكم طيبين، وعشان ما نضيعش وقت كتير ندخل في الفيديو على طول. ديت يا شباب كده مروحة حجازي ستار، طبعا غني عن التعريف، طبعا من الماركه والجوده كويسه. بنفتح طبعا الكرتون، طبعا معروف ان الكرتونه بيكون موجود جواها ثلاث مراوح او ثلاث قطع. طبعا بيكون موجود عندنا اللي هو الثلاث مواسير بتوعنا اللي بنجمعهم طبعا، وبيبقى موجود عندنا الريش او الاجنحه بالشكل ده، بيكونوا موجودين جايين بالشكل ده. طبعا الريشة ديت بتكون 56 بوصة او يعني 56 انش. اغلب المراوح بتاعتنا طبعا بتكون موجودة 56 بوصة او 56 انش، يعني زي نفس حجاز ستار او مثلا تورنيلو او فريش او الكلام ده كله، طبعا بتكون 56 انش. ده بالنسبة طبعا للريش بتاعتنا. طبعا بنفتح بالشكل ده، ده كده بيكون شكل طبعا الكرتونة بتاعتنا اللي بيكون جواها الموتور. طبعا حجاز ستار شركة معروفة، طبعا الوزن بيكون 7.5 كيلو، بتكون ضمان 5 سنين. زي ما انتم شايفين كده مروحة تساوي في حجاز ستار، صنع حسب مواصفات القياسية الجودة، طبعا غنية عن التعريف جدا. الضمان بتاعها طبعا كويس جدا، هو 5 سنين. الوزن 7.5 كيلو من حاجات طبعا محترمة جدا في المراوح. لما بنفتحها بالشكل ده بنفتح طبعا المروحة بتاعتنا بالشكل ده كده. هنفتح دلوقتي هيكون جواها طبعا باقي المكونات، كمثلا مسامير الموتور بتاعنا الأساسي بالشكل ده كده، بيكون موجود جواها الكوبايات، بيكون جواها عداد السرعات بتاعنا بالشكل ده كده. ده بتكون هي مكونات المروحة. هتشوف دلوقتي تجمعها. هنجيب المروحة بتاعتنا كده يا شباب، ديت كده المروحة بتاعتنا، طبعا بيكون جواها الضمان بالشكل ده، ده كده كارت الضمان، وده طبعا الكتالوج بتاع المروحة بتاعتنا. طبعا دول بنحتفظ بيهم لازم، وحاجة مهمة جدا عندنا. ده كده عداد السرعات بتاعنا بيكون بالشكل ده، ده كده بيكون عداد السرعات، طبعا بيبدأ من 1 2 3 4 5، طبعا الصفر اللي هو بيكون الزيرو بتاعنا. بنطلع الموتور بتاعنا بالشكل ده، بنقفل الكرتونة بحيث ان نقدر نجمع عليها بعد كده. ديت كده بتكون المروحة بتاعتنا، بيكون طبعا فيها واير امان، وواير الامان طبعا مهم جدا جدا في المراوح، لان هي طبعا هتحتاجه كتير، وهو طبعا مهم جدا بحيث المروحة المسمار ده لو اتقطم ولا حاجة واير الامان ده هيشيلها، او يعني هينفعك بعد كده طبعا في حاجات كتير. هنجيب طبعا اول حاجة اللي هو الدريل بتاعنا، وبنفك المسامير. طبعا هي مش موجود معاها سلك، لكن مخرج لك الروزيتا، فانت بتحتاج سلك بحيث انك تطول بيه علشان يوصل للماسوره، فانت لازم يكون معاك سلك. كده يا شباب احنا جبنا سلك بحيث ان نطوله للماسوره بتاعتنا، بحيث ان نقدر نركب السلك بتاعنا، وبعد كده نطوله بحيث نقدر نستخدمه. طبعا مروحه تورنيدو بيكون موجود معاها السلك بتاعها، لكن حجاز ستار جايه من غير السلك، فاحنا بنجيب سلك طبعا على قد طول الماسوره بالشكل ده. بتعمل حسابك في الطول وبتزود مثلا قطعه صغيره، وبعد كده بترص السلك بتاعك وبتبعته في الماسوره، وتخلي بالك من البلاستيكيه ديت طبعا لازم تركبها. طبعا يا شباب لازم يكون معانا مفك زي ده، بحيث ان يكون صغير، بحيث ان نقدر نفك بيه الروزيتا بتاعتنا بالشكل ده كده، بحيث ان نقدر نفوت السلك وندخل السلك بتاعنا ونربطه كويس. ديت كده يا شباب طبعا الروزيتا بتاعتنا اللي بندخل فيها فرتين السلك،
وديت كده المكثف بتاع المروحة، وده كده بيكون الجلدية بتاعته طبعا من تحت المروحة اللي عشان الماسورة، والمسمار طبعا بنربط فيه، وده كده اللي هو واير الأمان. ده حاجة مهمة جدا لازم تكون واخد بالك منها كويس. طبعا بعد ما فكينا بالشكل ده هنجيب فرتين السلك وهندخلهم هنا وهنربطهم. بنجيب طبعا شوية بقطعة السلك بالشكل ده ونقشرها بالشكل ده كده. طبعا لو موجود عندك سلك شعر بيكون أفضل بالشكل ده كده. بنقيس طبعا طول الماسورة بتاعنا، يعني ده كده طول الماسورة، بنقيس طول الماسورة وبنخلي طبعا زيادة عندنا بالشكل ده كده، نعمل حسابنا في زيادة. طبعا أول حاجة نعملها بعد الكلام ده كله نبي نشيل التيلة اللي هي موجودة ديت. التيلة اللي هي موجودة ديت بنشيلها بالشكل ده، بنسحبها بالبنسة بتتخلى معانا. دي التيلة بتكون عبارة عن فتحتين أو مثلا مشبك بالشكل ده، بعد ما بتخلص طبعا بتفتحهم بحيث إن المسمار ما يطلعش بره. بتفك المسمار وبيكون جواه موجود وردة بالشكل ده، يعني ده كده المسمار بنفكه بالشكل ده، بيكون موجود جواه وردة بالشكل ده، تاخد بالك منها كويس، بيكون موجود جواه وردة وحلقتين صغيرة بالشكل ده كده. بنخلع المسمار من الناحية ديت كده، ده كده المسمار بتاعنا. بنفك الماسورة بتاعتنا اللي هي بالشكل ده وبنركبها بالشكل كده طبعا، وتكون على عدل السلك بتاعنا. يعني لازم ناخد بالنا ان السلك بتاعنا احنا يدخل من هنا، واير الامان بتاعنا ده هيدخل من هنا. طبعا الماسورة لو مش نازلة معاك لحد الفتحة حاجة تاخد بالك منها برضو كويس، تفك المسمار ده سنة بحيث ان هي تدخل. وبعد كده بتجيب المسمار بتاعك ده كده وبتدخله في الفتحة بتاعتك اللي هي موجودة بالشكل ده كده. كده المسمار طبعا دخل، لو ما دخلش جامد لازم تجيب الحلقات بتاعتك بالشكل ده كده بعدها وتركبها بالشكل ده كده. ده كده المسمار بتاعنا. طبعا زي ما قلنا المسمار ده لو ما دخلش معاك في الفتحة فانت هتنزلها سنة تاني هيدخل معاك. بنربط طبعا المسمار بتاعنا بالشكل ده، او الصامولة بتاعتنا بنربطها بالشكل ده. طبعا لازم يكون موجود معاك بنستين بحيث انك تقدر تربطها كويس، يعني لازم تمسك بنسة من الناحية ديت كده وبنسة من الناحية التانية وتربط كويس عليها. يعني هتمسك الصامولة بتاعتك من الناحية دي كده وبتلف بالمسمار من الناحية التانية بالشكل ده كده لحد ما طبعا يربط معاك كويس. ولازم تأكد ان هو ربط معاك كويس جدا بحيث ان يبقى ماسك كويس الدنيا بالشكل ده كده. احنا ظبطنا الدنيا. عندك المسمار اللي هو ده، ده بيكون خاص بواير الامان لوحده، بنفكه. لو معاك مسمار ما يتبع، لو معاك مفك مفيش مشكلة، معاك دريل زي كده برضو مفيش مشكلة. بتدخل اللي هو واير الامان ده بالشكل ده، بتحط المسمار فيه وبتيجي عند الناحية دي كده وبتربط المسمار وبتأكد عليه برضو. ده بيكون المسمار ده خاص بواير الامان لوحده. كده احنا ربطنا واير الامان بحيث المسمار ده لو اتقطم في اي وقت طبعا واير الامان ده هيشيل معانا، وده حاجة مهمة جدا وملحوظة مهمة جدا لازم تبقى عارفها. وبعد ما تخلص بتجيب التيلة بتاعتك اللي هي زي ديت كده وبتدخل التيلة زي ما كانت بالشكل ده. طبعا هي لو مفتوحة شوية ممكن تقفلها هتدخل معاك بسهولة بالشكل ده كده. طبعا بعد ما بتدخل التيلة بتاعتك يا شباب بتجيب اللي هي الناحية دي كده والناحية التانية بتتنيها الناحية التانية بحيث انها تبقى ماسكه المسمار، بحيث ان لو بعد كده الصامولة ديت فكت التيلة ديت هتمسكها. ده بالنسبة لطبعا الشغل بتاعنا اللي هو بيكون بالشكل ده. هنجيب بقى السلك بتاعنا اللي هو ده، بنجيب السلك بندخله في الفتحة اللي هي مخصصة ليه اللي هي ديت بالشكل ده كده. بنجيب طبعا شريط لحام وبنحط عليه من قدام بحيث نعرف ندخل السلك بتاعنا كويس. نجيب طبعا شريط اللحام بتاعنا بالشكل ده، وزي ما قلنا بنحط على السلك من قدام بالشكل ده كده كده يا شباب، وبندخل السلك بتاعنا من الفتحة ديت كده، وندخل السلك من على وشه لفوق بالشكل ده كده، وهنبعد طبعا هيوصل معانا بسهولة، يعني مش صعبة.
طبعا فيس موجود عندك هنا يا شباب بالشكل ده كده، الشكل ده كده اللي هي الماسورة بتاعتنا. السلك بتاعنا اهو موجود هنا، يعني وصل بالشكل ده. ده السلك بتاعنا اهو، لو سحبناه كده بيتسحب من تحت. ده السلك بتاعنا اللي هيكون موجود. طبعا بنخلي مسافة صغيرة تحت، وبعد كده بنقص الزيادة لو فيه اي زيادة معاك كده. احنا ظبطنا السلك بتاعنا زي ما قلنا، هنخلي الزيادة بتاعتنا فوق بحيث ان بعد كده نقصها براحتنا. ده بالنسبة للسلك بتاعنا، لو بالنسبة لمروحة حجاز ستار. وزي ما قلنا بالنسبة للمراوح التانية بيكون موجود جواها السلك بتاعها، لكن حجاز ستار بيكون مش موجود السلك. فاحنا كده ظبطنا الدنيا بتاعتنا. طبعا انا حاطط شريط لحام هنا بحيث ان بعد كده السلك ما يجرحش ولا اي حاجة. ده بالنسبة للسلك بتاعنا. هنجيب طبعا الفردتين بتوعنا اللي هم دول، وهندخل فردة في الروزيتا من الناحية ديت وفردة من الروزيتا من الناحية ديت. هنشوفها دلوقتي. هنجيب المفك بتاعنا بالشكل ده، وهنجيب الروزيتا اللي هي بالشكل ده كده، وندخل السلك بتاعنا جوه الروزيتا، وبنقفل طبعا بالمسمار ده كده عليه. لازم تربط عليه جامد وتتأكد. بنجيب الناحية التانية برضو بيكون نفس الكلام، بنجيب المسمار كده او بنجيب السلك بتاعنا بندخله في الروزيتا بتاعتنا او الكونكتر او على حسب المسمى في بلدك. وبنربط عليه برضو بالشكل ده كده. ده كده بيكون بالنسبة لتوصيل المروحة بتاعتنا. ده كده احنا خلصنا طبعا السلك بتاعنا. وطبعا لو في زيادات عندك في السلك ولا حاجة فانت بتسحبها من فوق، مفيش مشكلة. كده احنا خلصنا توصيل الكهرباء بتاعتنا، وركبنا طبعا الماسوره ديت. طبعا ما تنساش تركب الكوبايه اللي هي من تحت، وبعد كده تركب الكوبايه اللي هي من فوق على حسب الاسم اللي بيكون موجود. يعني ديت كده موجود عندنا، ديت بتكون عدلها لفوق حجاز ستار، ديت بتكون لفوق زي ما انت شايف، ديت كده لفوق، لكن تاني ما بيبقاش عليها كتابه بتكون لتحت. بنفك يا شباب طبعا زي ما قلنا المسامير بتاعتنا ديت، وطبعا الورقه ديت مهمه جدا ان طبعا لازم تبقى موجوده عندك. ده كده احنا فكينا اول مسمارين. بنجيب اللي هي كرتونة بتاعت الريش ديت بالشكل ده، وطبعا بنفتحها. وبنجيب طبعا هي بتكون متقسمة تلات ريش تلات ريش، بنطلع طبعا تلات ريش اللي هما قاصين بواحدة، وبعد كده بنجمع الباقي لو عايزينه. يعني احنا كده الكيس ده موجود جواه تلات ريش بالشكل ده. طبعا عدل الريشة معروف عندك، الناحية ديت بتكون من تحت والناحية ديت بتكون من فوق. زي ما قلنا الورقة ديت لازم تكون موجودة عندك، ومهمة جدا جدا بحيث انها ما تعملش احتكاك في المروحة. هنجيب طبعا بعد ما وصلنا بالشكل ده كده، هنجيب بالشكل ده هنحط المروحة بتاعتنا، وبنجيب المسامير بنظبط طبعا السن بتاع الورقة قصاد المسمار بالشكل ده كده، والمسمار التاني بيكون نفس الكلام. وزي ما قلت لك معاك مفك مفيش مشكلة، معاك جريل مفيش مشكلة، ولازم تربط المسامير كويس جدا بتاعتك. ده بالنسبة كده لأول ريشة موجودة عندنا. الريشة التانية بتكون نفس النظام. بالشكل ده كده احنا شباب خلصنا طبعا تجميع الريش بتاعتنا. زي ما انتم شايفين الناحية دي طبعا لازم نفك كل حاجة موجودة فيها بحيث ان ندخل القطع بتاعتنا. هنفك القطع بتاعتنا ديت، نجيب البنسة وهنفك الجزء ده بحيث ان نقدر طبعا نطلع بالكتلة دي كده كلها، بحيث ان نقدر نخلص او يعني ندخل الكوبايات بتاعتنا. طبعا هي اول ما بتفك معاك سنه خلاص. طبعا لازم تخلي بالك من الورد اللي هو موجود فيها او الورد الهديه اللي موجوده فيها. كده احنا فكناها خلاص، بنشيلها بالشكل ده، بنحطها في اي مكان لحد ما نخلص طبعا الكوبايه بتاعتنا. زي ما قلنا اللي ما عليهاش كتابه بتكون من تحت، واللي عليها كتابه بتكون من فوق. لازم تاخد بالك من عدد الكوبايات كويس.
لازم تخلي برضو مسافة في الجزء اللي تحت بحيث ان ما تعملش معاك اي احتكاك. كده ديت اول كوباية، بنجيب الكوباية التانية طبعا ولو فيها سن مربوط لازم تفكه بحيث ان ما يجرحش المروحة، ولازم عدد الكوباية يكون الناحية ديت يعني متقلبش الاتنين على بعض. كده احنا خلاص تمام خلصنا. هنشيل برضو التيلة اللي هي موجودة عندنا في الناحية التانية ديت بالشكل ده، وبنفك المسمار بنفك البلاستيكية ديت بحيث ان دول يركبوا في الناحية اللي هي من فوق. بنجيب الناحيتين اللي هم دول بالشكل ده كده ونركبهم هنا، وبنجيب المسمار كده يخرج معانا كده من الناحية التانية. هنجيب الورد بتاعتنا او الصامولة بتاعتنا التانية، بندخل اول وردة وندخل وردة التانية، وبعد كده بنربط الصامولة بتاعتنا بالشكل ده كده. وطبعا زي ما قلنا لازم نربطها كويس جدا، وبعد كده بنركب التيلة اللي هي التانية. بالشكل ده كده احنا ربطناها، هنجيب التيلة اللي هي ديت وندخلها بالشكل ده، وبعد ما ندخل طبعا التيلة بنفتحها كده، وكده بتكون طبعا المروحة خلصت وجاهزة على التركيب. بيكون موجود معانا اخر حاجة اللي هي ديت، ودي طبعا بتركب في الجنش بتاع المروحة فوق بالشكل ده، بنركبها في السقف، وبعد كده بندخل مسمار وبندخل تيلة. هنشوفها مع بعضينا احنا برضو بنركبها. طبعا يا شباب تركيب المروحة بيكون سهل جدا، كل اللي عليك انك بتدخل البلاستيكيه بتاعتك في الجزء ده. انا عندي عشان موجود طبعا دلايه راكبه، فانا هفك الدلايه الاول. وطبعا لازم تكون متاكد ان انت فاصل المفتاح بحيث هي ما تاخدش ماس كهربائي ولا اي حاجه. بنجيب البلاستيكيه طبعا بتاعتنا اللي هي زي كده وندخلها في الجزء ده، وطبعا لو ضيق شويه على المكان او حاجه ممكن تقص فيها، يعني ممكن هي حاليا دخلت معانا كويسه، بس انا هنضف المكان ده كويس لان المكان فيه طبعا مكان نقاشه وحاجات زي كده، فانا هنضف المكان كويس بالشكل ده. كده مكان نضفته كويس، هحط البلاستيكيه بتاعتي بالشكل ده. كده البلاستيكيه بتاعتي سبت في مكانها، هجيب المروحه وهثبتها على طول. كده يا شباب انا جبت المروحه بتاعتي وجاهزه طبعا على التعليق. لازم اول حاجه اجهز المسمار بتاعي بالشكل ده بحيث ان لما ارفع المروحه بالشكل ده كده، اول ما ارفعها بالشكل ده كده يكون المسمار بتاعي جاهز بحيث ان ادخله في الفتحه من الناحيه الثانيه او من الناحيه اللي قدامك مفيش مشكله، علشان تعرف طبعا تعلقها بسرعه. بالشكل ده كده شباب انا خلاص ركبت المروحة بتاعتي وسبتت. هركب التيلة اللي هي موجودة معايا ديت من الناحية ديت، طبعا انا مرضتش اركبها من الناحية التانية بحيث انها تكون قدامي في الناحية دي بالشكل ده كده. طبعا بعد ما اركبها منساش ان افتحها بحيث انها ما تجريش طبعا، او مثلا تجري يمين او شمال او يحصل فيها اي حاجة. هو طبعا لو كان الافضل ان يبقى فيها صمولة كانت هتبقى افضل. بالشكل ده كده خلاص المروحه بتاعتي سبتت ومفيش فيها اي مشكله. هقشر السلك بتاعي وهقص لو فيه سلك زياده بالشكل ده، وهقشر السلك، وطبعا السلك اللي في السقف اللي هو موجود عندي هقشره برده بالشكل ده. طبعا ما خليش التأشيرة بتاعته طويلة، هجيب البنسة بتاعتي وهمسك فرد كل فردة مع فردة منهم، يعني فردة الكهرباء مع فردة من الموجودة معايا، أو فردة المفتاح مع فردة من الموجودة معايا، والفردة التانية اللي هي الأرضي معاها. طبعا الفردة اللي أعملها بالشكل ده طبعا أديها شريط لحام على طول. بالشكل ده كده خلصت اول فردة، هجيب الفردة التانية وهعملها نفس النظام. كده انت عندك المروحة يا باشا خلصت وانتهت، ما فضلش فيها غير عداد السرعات. هنركبه برضو مع بعض، بس طبعا حاجة مهمة جدا ما ننساهاش، انا بعد ما لحمت السلك بالشكل ده عندك الكوباية اللي هي موجودة اللي هي ديت،
وطبعا لسه ما رضيتش ارفعها بقى قبل شريط اللحام، بحيث ان السلك كل اللي موجود عندي ده ادخله جوه شريط اللحام بالشكل ده كده. انا خلصت تمام. هشوف الفيشر ده، طبعا انا مش عايز يبقى موجود في السلك، فهدخل فيه المسمار بالشكل ده وهسحبه، والناحيه الثانيه بيكون نفس النظام، بدخل فيه المسمار كده وبسحبه بحيث ان طبعا الفيشر ما يبقاش موجود. ممكن اجيب طبعا معجونه او اي حاجه واعمله. بجيب السلك بتاعي ده وبتنيه على الناحيه ديت كده، وبعد كده برفع الكوبايه بتاعتي، ولازم اخلي مسافه بينها وبين السقف، وبعد كده هربط المسمار اللي هو موجود بتاعي بالشكل ده كده. كده المروحه بتاعتي انتهت وركبت ومفيش فيها اي مشكله، وحاليا لو شغلتها هتشتغل، بس هتشتغل على اقصى سرعه، فانا مش عايز كده، لكن هنشغل ونشوفها بعد كده. هنركب مفتاح المروحه بتاعنا كده. المروحه اشتغلت تمام، بس هركب عداد السرعات. طبعا يا شباب عشان نركب احنا مفتاح المروحه محتاجين المفتاح اللي هو مشغلين عليه مفتاح المروحه ده، وبنشيله طبعا بالشكل ده كده. شلنا الشاسيه بالشكل ده او الوش بتاعنا بالشكل ده، بنفك الشاسيه، والمفتاح طبعا بتاع المروحه هو اللي بتكون مركبه فيه. هنشوف دلوقتي هنعمله ازاي بطريقه سهله وبسيطه، وطبعا خدوا بالكم من المعلومه دي كويس، لان المعلومه هتفيدك جدا بعد كده. هنجيب طبعا المفك بتاعنا او الدريل بتاعنا، بنفك المسمار ده كده سنه بحيث ان نفك الوش، او عادي لو فكيته خالص مفيش مشكله. بنشيل الظهريه بتاعتنا بالشكل ده كده، لازم تاخد بالك من المسمار. بتشوف الشاسيه بتاعنا اللي هو بالشكل ده، بيكون معانا طبعا مفك. هنجيب المفك بالشكل ده وبنحدد المكان اللي احنا هنفتح فيه، ولازم ناخد بالنا طبعا من المسامير او من الخرطوم اللي هو بيكون موجود جوه. احنا كده عايزين نخرم في الفتحه اللي هي ديت، بنعمل علامة فيها، عملنا علامة بالشكل ده، ومكان مسامير هنعمل علامة بالشكل ده كده برضو. كده احنا عملنا العلام ده مكان المسامير بتاعتنا او الفشر بتاعتنا، والمكان ده طبعا هو اللي هنعمل فيه الفتحة وندخل فيه السلك. طبعا لازم يكون موجود عندك قطعتين سلك. هنخرج دلوقتي ونشوف هنعمل فتحة ازاي بحيث ما يكونش باين. طبعا الفتحة اللي هي زي ديت يا شباب لازم نعمل الفتحة بتاعتنا، وبعد كده تكون الهيلت معدول بالعكس، يعني ما يكون معدول لفوق. أول حاجة بنعمل العلامة بتاعنا كده، بعد كده بنوقف الهيلت شوية بحيث نعمل الفتحة بتاعتنا. بالشكل ده كده احنا عملنا طبعا الفتحة بتاعتنا، وبحيث ان طبعا السلك ما يكونش باين كده، بقى عندنا الفتحتين دول، ودول هنفتحهم ببنطة 6 مللي. طبعا بعد ما عملنا الفتحتين بتوعنا بالشكل ده، بنجيب الفيشر، بندخل طبعا الفيشر بتاعنا، وبنجيب طبعا المفتاح بتاعنا وقطعتين سلك، وهندخله في الفتحه دي. طبعا المفتاح بتاعنا بالشكل ده، طبعا المسامير هتكون هنربط فيها واحد هنا واحد هنا، وبعد كده هندخل السلك بتاعنا ونطلعه من هنا وندخله في القطعه من جوه. دلوقتي هنشوفه نص طبعا السلك بتاعنا وبتكون بالشكل ده، وبندخله في الفتحه او في المسمار بتاعنا بالشكل ده كده، وبعد ما نخلص او يدخل بالشكل ده بنقفله، وبعد كده بنجيب المفك بتاعنا وبنربطه بالشكل ده كده بحيث ان يقفل عليه كويس. وده كده بتكون اول واحده معانا. الثانيه بتكون برضو بالشكل ده، بنعملها بالشكل ده كده، وبنفك برضو الفتحه المسمار بتاعنا ده شويه، وبندخل السلك بالشكل ده كده. وبعد كده بنجيب طبعا اي بنسة اي حاجة معاك بتكون بالشكل ده كده، بحيث ان برضو تقفلها شوية عليها بالشكل ده كده. طبعا لو موجود عندك سلك شعر مفيش مشكلة، يعني موجود عندك سلك مصمت مفيش مشكلة، وبرضو بنربط بالشكل ده كده. كده احنا المفتاح بتاعنا جاهز على التشغيل على طول. بنقيس طبعا السلك بتاعنا من الناحية ديت كده، وبعد كده بندخله ونقفله، بنقيس حتة السلك ونقصها بالشكل ده. طبعا ده كده السلك بتاعنا طلعناه من الفتحة. بنجيب الفتحة اللي هي عملناها اللي هي ديت، وندخله بالشكل ده كده، بحيث ان طبعا هيطلع معانا من الناحية اللي تحت، بنبعته بيوصل معانا بالشكل ده كده. طبعا لما نيجي طبعا هنقفل كده، مفيش مكان طبعا ظاهر عندنا ولا حاجة. بنجيب المسامير بتاعتنا اللي هي بالشكل ده، وبندخلها طبعا في الفيشر بتاعنا، وبنربطها، ونخلي بالنا احنا وبنربط بحيث ما نقطعش سلك اللي هو السرعات بتاعنا، او نقطع سرعه من السرعات. هنربط المسامير بتاعتنا
زي ما قلنا ناخد بالنا. ده كده اول مسمار، وده كده تاني مسمار. طبعا بعد ما خلصنا هنجيب اللي هو الوش بتاعنا بالشكل ده كده، وبنقفله بالشكل ده كده. طبعا مفيش ولا مسامير ولا سلك ظهر معانا، ودي طبعا افضل طريقه انك تقدر تركب بيها المفتاح وما يكونش طبعا ظهر فيه اي حاجه. وما ننساش طبعا المسمار اللي تحت ان نربطه كده. دول اللي هما المسمار اللي فردتين السلك بتوعنا، فرده بنلحمها مع فرده المفتاح او فرده السلك بتاعه المفتاح بتاعنا، والفرده الثانيه بندخلها طبعا في المفتاح بتاعنا. يعني بالشكل ده كده ديت فرده المفتاح، بنشيلها بالشكل ده كده. دي تكون فرده اللي هي فرده المفتاح، بنلحمها في واحده منهم بالشكل ده كده. ركزوا طبعا معانا في الموضوع ده، لان الحاجه دي طبعا بتلخبط ناس كتير، او في ناس كتير طبعا بتتوه فيها. الفردتين اللي جبناهم من المفتاح لحمنا واحده في فرده المفتاح نفسها اللي هي كانت مشغله المروحه بالشكل ده. هنديها شريط لحام كده، خلاص ديت واحده انتهينا منها. شلنا الفرده اللي هي كانت موجوده في المفتاح ولحمناها في ديت كده، خلص مشوارها او خلصنا منها. ديت كده اول فرده. الفرده الثانيه ديت بنجيبها نحطها في المفتاح بالشكل ده، وكده يبقى احنا خلصنا مفتاح المروحه تركيب كده. مفتاح المروحه بتاعتنا نفتح المفتاح هيوصل كهرباء لمفتاح السرعات. مفتاح السرعات نقدر نتحكم في السرعه اللي احنا عايزينها في المفتاح. هنرتب طبعا او هنقفل كل اللي عملناه تاني بالشكل ده كده. هنربط الشاسيه بتاعنا كده. ربطنا الشاسيه بتاعنا، وهنجيب الوش بالشكل ده وهنقفل الوش بتاعنا كده. هنشغل المفتاح كده، احنا شغلنا مفتاح المروحه. هنشغل السرعات بتاعتنا، المروحه هتشتغل معانا بالشكل ده. طبعا كل ما هنغير في السرعات يعني بالشكل ده كده، لو زودنا في السرعات بتاعتنا المروحه طبعا هتسرع اكتر. عندك خمسه بتكون اقل حاجه، واحد بتكون اعلى حاجه بالشكل ده كده، او مثلا العكس، واحد بيكون اقل حاجه وخمسه بتكون اسرع حاجه. كل ما تروح وتزود في السرعات هتشتغل معاك مفيش مشكله. وبالشكل ده والطريقه دي بتكون طريقه تركيب المروحه. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ولو في اي سؤال او في اي استفسار تواصل على صفحتنا على الفيسبوك، هتكون موجوده في الوصف تحت، او ممكن تواصل معانا من خلال التعليقات. سلام.